بني آدم الأول لازم يتقبل المشاعر اللي ممكن تحصل إذا عارف إن في حد في عيلته في أسرته مصاب بمرض نفسي. بتكون صعبة، يعني بتكون المشاعر نفسها، إن هو خلينا نبقى صراحة مع بعض، ممكن تبقى في مشاعر خجل، مشاعر خوف من المستقبل، طب ده هيبقى مستقبله عامل إزاي، مشاعر طب أنا هتعامل بيه قدام الناس إزاي، هتصرف إزاي، طب بقية إخواته، الحاجات دي كلها. فالمشاعر دي إحنا عايزين نفهم إنها مشاعر طبيعية، ما تخليش البني آدم يحس بالذنب. يعني ما احسش بالذنب ان انا بدات احس ان انا مش عارف اعمل ايه مع ابني وهتكسف منه، والامور دي كلها بتبقى طبيعيه.